العقول العظيمة تتكلم بالأفكار، العقول العادية تتكلم بالأحداث، العقول الصغيرة تتكلم بالبشر، فلان وفلان وفلان وفلان. شباب فوق، هذا لازم يكون فوق. كيف بده يكون فوق؟ مين محيطك؟ مع مين قاعد؟ شو بتعمل؟ لا الناس الكبيرة اقعد معها، غير محيطك. هاي أداة كتير مهمة في حياتنا، كتير مهمة. أنت بتجيب علم وبتسمع خبرة، لأنه العلم لحاله is nothing. العلم لحاله هي أدوات الكونستركشن، أدوات البناء حاططها وراك. ولكن في حدا خبرة بيجي بيقول لك أنا من خبرتي كذا. الخبرة أهم، أهم بكتير من إنه يكون عندك معلومات على الرف. اقعد مع هاي الناس، اسمع منها، خصوصا أهلك، قرايبك، الناس اللي وصلت. اسمع من اللي فشلوا أكتر من اللي نجحوا عشان تعرف ليش فشل.